لون بقى ما بعرف لون بقى نب نب هذا بتعرفوا النقطة الإعلامي اللي كان لداعش النقطة الإعلامي كانوا يصورون وبيه مقاطع فيديو وكل شيء بيه والمجلات وكل شيء كانوا يوزعون هون كان في هون شاشة كبيرة اللي يتفرجوا على أفلام وسوى دينية هيك شغلات هاي دوار الساعة كانوا بيحكموا القصاص الجلد كله كله هون والمحكمة كانت هون المحكمة بيطالعوا المساجين طول هين الحكم هون بيكون مرة من المرات حكموا اثنين عساكر طالعون بالميتور ربطوا رجليهم صاروا يسحبوا فيهم هون حتى ما ماتوا